هذا فرصة ترى. هلو هلو هلو، مرحبا معك كلا هذا يا مدة سومالا قضية دبدو ملك ساتشو كتابة عن شيقي يا عن كهلا يا ريال تيجي مرحبا نكو هذا لو عن سوق هذي أروح عندك بقري ولا مصبح عنك بقري ولا عندك كبقري مترتو سنعك هذا ناكري سبارة هاي وحسوق هذي مصبحي مركي للدورين يي نكلي له هذا نكل الدورين مدحوين وقول رئيس سومالان عبد الرحمن طور إنه صح حقه ودور شد وسمية يدو شوف هذا اللي تشوفه ونسمية ميرا هذا في عن عيان كهلا يا مانتا ما تروحكوا كل في إنه شو يتمنين أو سعد موسى أو هبر ولا ودور ترى بكران كري لكن وقت جي اسمت اللي تشوفي اسمتها تتكينو هايين اسمت الله بحي سيدا حق تحي أيوك حطا ريال تيجي نقول هذا ما أنت بيعل سكون مرخات فروح الولاء كان مرخات يجوا كفر مكتر لبحي عايز أنا كبر غري أنا يعني بشرتو أروح سومالي لاند بقى هاي بعرف شيء يا أخي تطلب أروح سومالي لاند يا أيوة حي كتيران من تريجا بوتلان وحنا كوك اللي في يضغط لقلا حري درجة دي لقى قاضي يضغط هربا قبيل كيسيني سو شيء دولا قف تتكاس يمقعدوا ده يضع لغا قاضي درچوين كودي هل حاين وويلو ايكا قاضي نمان حوارا والي سيلا ورقا يوغو سو قاري انا وريال كان فردي انا هاي اللان تمد حبنان نبقى وحوارا لها كوكو نمو كادمي ويان اتا دور دي الهدني هو بحال حون لغا تحاي اما حدك حون اما وحون لغا تحاي بيه واي دادكا اغمارتا حالا دقالامين شيشيين هاو سراعين دولد صوت صوماليا هاو سراعين ضد بدل صوماليا لان دولد الشيشيين هاو كتبت صوت صوماليا وانسوق هذي او درجوين كود لغا قاضي وعكو كلفين وما حوي مركي الدرجة لغا قاضي ورحنا نفريستي مركي الدرجة لغا قاضي اي اكو كلفتي صوبت حوي مركي قفك الدرجة لغا قاضو هي دو كير وحو دورو صوماليا مركي الدرجة دي با لغا قاضي رقاس وحنا كا قاضي رك سومالاندية أو سعد موسى أو يا كسر يا قاضي وحنا دوري وغيسي اسمه سبيحي سيبي كوهل الأفر سعد موسى هي ملتريقة سيما ما يتي ما بكرت سيبي كوهل ودك ميالا سنين ودك بير سومالان حين ملتريقة وحيا شيء أفرنين وملشنين محين كاسا وانولي قد بكرد عين وسعد موسى أرثان يو بلد بو في رسو مصبح يو دور سال عمر سن يو هذا دور سدور دين الخلا دسلو دور ده دوا قل قل هذا لا ما بحر نما كاورة كسوق هذا يا إبوت لنا صو صفتي إسمع لنا رشاي إلى قاعدي ده دقني تيجو دي شرف تودي لقى حيويي درجو دي لقى قاعدي ده بدنا تصورن درجو دي برت تودي لصور دي جاي وفرماش السيجي ما تبتي لان شو قاتشر وده قال خلينا جاي نقص وضعه مرك هنا نقول حنا نقول معلن كذا عنا مرك كان في عنا وين هو هدين عناي وين هذا شو وين ده مرك هو قصة سفر يا مرك هو قاعد يا مرك تكاجي عنتيد مرك مصاب بحيو دول دهورنا وحاسس ما يصير سيرايو راح وراي حكا حيو وسيد دول نبدأ وويل بدي دك هي استمع شو صار المصاب بناين ما ترى صعد مصاب ماشي وبدل حنا فينا يدبري دسي سي waxaan filanay bari inaad wax ka qabanaysid waxaan filanay bari inay wadan adigu maadaama siraayl dhisay galbeedka ina socodka kugu horeeyay bari noqon doonaan filanayay niyo mucaarad baan kugu ahay waana nimanaya wax iga qaadi kartaa iska yar dhuseyga ma toogan kartaa ruud cabdi faaraxa aan wadnaag muwaadanada ahay ilaahay baan ka cabsadaa laakiin niyo sidii galbeed u dhisay si odayga xunahay siraayo waxaan ka filanayaa inuu dhistid wadanka la yiraahdo bariga raggaas maalinkan maanta ah inagu aynu cunnayna keeni fiicnaa waa inagaa shaqada ka eryayna dabadna wuu ordaya xamar buu iska dhiibayaa dabadna hadhataadu kur qoriga kuusoo qaadanaya imika raggaas waa rag toban nina milatariga somalilan maalin walba waa laga baxaa waana laga baxay dhowr qofa imika ka baxay anoo australia jooga og haddana milatariga somalilan waa laga yaacay
badankoodina waxay iska soo dhiibeen koonfurta dagaalkan la soo socda Soomaaliland. Marka ragga halkan waxaan kala hadlayaa dagaalka Soomaaliland soo socda. Waxaad qaadaysaa dhag xumay idinkay maanta inay tahay, idinkay xumaan inay tahay, inaad dadkiina xasuuqdaan shalay koonfur xasuuqday, inaad maanta dadkiina laysaa idinkay dhag xumay inay tahay. Marka walaal intay dowlad fiicnay, dowladana fiicnayn, mooday fiicnayn, sadaay fiicnayn. dowlad fiican intay noo imanayso waynu samirnaa fiican oo intana ridno haddaanay fiicnayn oo qabiil ku shaqayso. Marka waxaa inii sheegaya walaalayaasha dhanka iska naara wadanka Soomaaliland, dalkeena inagaa leh, inagaa haynay. Marka waxa weeye inaa dad shisheeye amaali kar maata coolosho shaqaystayaal noqotaan. ragga qabiilkoodan sheegi doonaa caawa iyo magacyadooda waana 10 nin. Asalaamu calaykum. Aadna waxaa lagu xumay dadka shisheeye, dadka ay soo raacay madaxweynaha ummadda Soomaaliland. Waxaan ka codsanayaa inuu dadka simo, ka gaajaysan, ka baqtiyeeya, ka kale uu dadku isugu sinaadaan. dadka ka hoos shaqeynaya madaxweynaha ee iska dhigaya qabiilka madaxweynuhu yahay ee tuugtaana, waxaan jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu finisho oo dhulka la dhaco. Ayaan jeclaan lahaa madaxweynaha Soomaaliland waanay dowladdiisa ka dumin dadka xunxun ee ka hoos shaqeynaya uu iska fiirsado odayaasha xunxun, kuwa xunxun ka fiirsadaan. Ugu jeclaan lahaa ummadda Soomaaliland ninka darajadiisa la siiyey in qof kale ku dhigo maaha. dad xabaglayaala oo qabiilka Sacad Muuse aba la yidhaahay la xareeyey, xabaglayaal baan ahaayeen, darajo saraale la siiyey, Itoobiyaana iskuul lagu soo baray. qabiilada hal iska dhaafo kabariga jooga fi galbeedka jooga, iskuulaadka hala sameeyo, dowladdii horena samaysay, dowladda dambe maaha, tii horan ka hadlay ayaa samaysay. marka iyagoo xabaglayaala way ka darajo sareeyaan kuwii hore u joogay. marka ummadda la simaa fiican, ummadda in la simaa fiican, cadaaladana laga shaqeeyaa. if you love me or if you don't love me, I don't give a damn. halkan waxa weeye Radio Soomaaliland war weyn cabdi faarax, waxaana la yidhaahdaa today tonight. haddaad jeceshahayna ay jeclow, haddaad jeclayna aday kuu talalay kaad ka bixi kartaa. waxaan halkan kala hadlayaa madaxweynahayga sharafta leh ee Muuse Bihi Cabdi. xalay tole 12 nin baad qortay, baan kuuri hadda wayaad hoos uga daadigtaa sheekadan isku haysano. waa inaad dhigtaa barbarkaad weliba dowladda dhexe ka baxda dadkeena, dowladda dhexe dadka wadankeena la leh rurbaanti warsingeli iyo maarata dadkeena la degan waas ka fur yeeshaa dowladnimada seynu aqoonsigeena u helno. raggaan inoo soo 10 nin ee koonfurta maanta aadeyna ee maanta inaga linoo ugu soo hubeeyeyna, waxaan jeclayna maayo isoo dhiiba hakura saqajaamina Soomaaliland hore u socotay inaad laysaan ummadda. kuwaad xasuuqaysaa waa walaalaha, kuwaad laynaysaa waa dadkaagii, kuwaad dilaysaa waa hooyada aad ka tagtay, shilin baad u tagtay hunguri, laakiin dadkaad laynaysaa waa dadkaagii, koonfur aad u raacday. marka xuduudayna adkaysta. wasalaamu calaykum.